بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنشرح إزاي لو في عندك drawing الإكستنشن بتاعها PDF أو الفايل PDF، تمام، عاوز تحوله لأوتوكاد، تمام، أو لو أنت مثلا عندك في الدروينج دي أو في الفايل ده مثلا عاوز تاخد مثلا سي جزء منها، مش عاوز تاخد الدرون كلها. انت مثلا عاوز تاخد جنرال نوتس او تاخد مثلا البارت دي او الرسمه دي او التراس ده مثلا، او تاخد مثلا سي الكونكشن دي بس، مش عاوز الدرون كلها، تمام. هنتعلم برضو او هنشرح ازاي برضو لو انت عندك فايل PDF عاوز مثلا هتبعته كلاينت او كاستمر، او تبعته لحد على الموبايل مثلا هو ما عندوش الابليكيشن اللي بتفتح PDF، عاوز تبعتها له ايمج او صوره ممكن نشوفها برضو، ما فيش مشكله، تمام. لو انت برضو عاوز الفايل، طبعا احنا عارفين الاوتوكاد بيبقى ليه تو اكستنشن، الفيرست اكستنشن اللي هو دي دبليو جي، تمام، دي الدروينج العاديه، وطبعا في دي اكس اف فايل لو انت بتستخدم برامج الاناليسيس زي الاستاد او الساب، تمام، ويفضل طبعا يكون معاك ساب 14 الفيرجن الاولد تشتغل عليه الاول، علشان زي ما احنا عارفين الفيرجن الجديد بيبقى الكراكات بتاعته مش الكراكس بتاعته مش يعني بيبقى فيها ساعات ايرور في الجريد، في لما بتعمل ديفاين الجريد، فبيفضل انت تشتغل على اول حاجه في الجريدس على ساب 4000، وبعدين بتفتح ساب، وخصوصا لو ساب 19 مفيش مشكله، هو كده كده هم الكراكس اللي في الساب الجديد في 2017 وهو يعني بيعالج المشكله دي ويعملها جريس. فاحنا ان شاء الله كده هيبقى الاوتوكاد برضو زي ما احنا قلنا هيبقى فيه تو اكستنشن ليد دي دبليو جي والدي اكس اف اي لو انت محتاجهم لبرامج الاناليست، تمام. طيب دلوقتي ان شاء الله هيكون في 3 ويز عشان تحول من فايل PDF لل زي ما احنا قلنا الاوتوكاد او الايمج او تمام. طبعا الفيرست واي هتكون عن طريق البرنامج، في برنامج معين انا ان شاء الله لما هرفع، اولا طبعا انا هرفع ان شاء الله الفيديو ده على اليوتيوب، تمام، علشان الناس لو عاوزه تعمل ايه داونلود، تمام، ان شاء الله. وان شاء الله زي ما قلنا هيبقى مجرد بس انت هتدوس على اللينك، تمام، لو انت بتستخدم برنامج انترنت داونلود مانجر او لو هتستخدمه بالبراوزر بتاع جوجل كروم. المهم انت اول ما هتدوس على اللينك طبعا بليفت كليك مش رايت كليك، تمام، البرنامج هينزل معاك، هو مساحته صغيره جدا يعني يعتبر 60 ميجا بايت بس، تمام. وهنشرح برضو دلوقتي انت ازاي تعمل لي سيت اب وازاي تستخدم البرنامج. فاحنا ان شاء الله اول طريقه هنشرح اللي هو البرنامج، تمام، ان شاء الله البرنامج هينزل عندك مفيش اي مشكله، ولو في عندك اي مشكله في الانترنت داونلود مانجر ممكن تكلمنا، ابعت لك البرنامج بالكراك بتاعه، والكراك بتاعه اكتف شغال مش الحمد لله يعني مفيش اي ايرور او في اي مشكله، تمام. طيب بعد ما البرنامج هينزل عندك هو طبعا هيكون مضغوط، وطبعا انت هتنزل مع البرنامج اكيد طبعا هيكون عندك برنامج الوينرار، تمام، رايت كليك هتدوس وين رار اكستراكت هير، هو طبعا عشان هو البرنامج مثلا موجود هنا فاحنا طبعا هنعمل ديليت، هنقول اكستراكت هير، تمام. هتلاقي فيه فولدر بالبرنامج، طبعا هو عشان البرنامج ده اصلا موجود عندي فمش هيكون طبعا كنيو يوزر عندي، تمام. ف هتقف على السيت اب وهتدوس ران ادمنستريتور، تمام، وبعدين تدوس يس. طبعا هو زي ما قلت هو هنا عشان موجود عندي سيت اب فمش هيكون عندي الاوبشن كنيو يوزر، انت كل ما في الموضوع بس هتدوس نيكست 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 فينش، هيقول لك عاوز افتح البرنامج، قول له اوكي مفيش مشكله افتحه عادي مفيش مشكله. بس خلي بالك في بوينت، طب لما تفتح البرنامج طبعا هيقول لك ان البرنامج ده مش اكتف، وان هو ان انت ايه هتضطر ان انت ايه تشتريه، قول له خلاص اوكي واكزيت مع السلامه شكرا، تمام. تدخل على الفايل كراك، تمام، زي ما انتوا عارفين انت طبعا الويندوز اللي هو فيه عندك 64 بت و32 بت، تمام، في بس هم عملوا ابديت بس غيروا اسم، بدل ما هيكون ال 64 بت بقى اسمه اكس 64، وال 32 بت بقى اسمها اكس 86، علشان بس الناس ما تتلخبطش او تفتكر ان 86 دي اعلى من 64، تمام. دي برضو اللينكس هحطها وفي على اليوتيوب برضو ان شاء الله، تمام. تعرف ازاي السيستم بتاعك، بتقف على ماي كمبيوتر رايت كليك بروبرتيز، انا عارف ممكن ماشي بقول ممكن يكون كلام انت بالنسبه لك عارفه ومفيش مشكله، بس غيرك ممكن ما يكونش عارفه ومش هياخد مننا ثانيه. يعني انت هتقف هنا هتلاقي سيستم تايب 64 بت اللي هو بقت اكس 64، خلاص مفيش مشكله، تمام.
فانت عرفت الاوبريتور سيستم بتاعك. لا انا اكس ار باص دي مش فيش مشكله. الباتش ده كل ما في الموضوع بتقف عليه رايت كليك بتدوس كوبي، تمام، بدل ما تضيع وقتك وتعرف انت عملت الفايل الاكستنشن بتاعه بتاع السيت اب فين، وتقعد تدور وتقعد تقول بقى الجروب باي الداتا موديفايد، وتقعد تشوف ايه الحاجات اللي اتغيرت في السي وما اتغيرتش. كل ما في الموضوع هو كده كده بيكون ليه شورت كات على الديسكتوب، تقف عليها رايت كليك، تمام، بروبرتيز، بتدوس اوبن فايل لوكيشن، تمام، بعدين بتدوس بيست، تمام. بس عشان طبعا زي ما قلت البرنامج ده عندي عشان بس الكراك ما يحصلش فيه حاجه او هيبوظ، انت عادي هتدوس بيست مفيش مشكله. بس انت لما تيجي تعمل تفتحهم او يعني عاوز تاكتف الباتش نفسه ما تفتحوش عادي، لا انت بتقف عليه برضو رايت كليك، رايت كليك تدوس ران از ادمنستريتور، تمام، وهيشتغل معاك مفيش مشكله. بس قبل يعني بعد ما تدوس ران ادمنستريتور ويقول لك ان الباتش ابلاي، تقفل بس الويندو، تقفل الويندو، تقفل الجهاز، تعمل ريستارت، تمام، تعمل بس ريستارت للجهاز، تمام، وهيشتغل معاك. بعد ما تعمل ريستارت لللابتوب او للبي سي على حسب ما انت بتستخدم، تمام، هتفتح البرنامج عادي، هيقول لك خلاص ان الفيرجن ده ريجستريتد، يعني خلاص انت كده ايه النسخة اللي معاك دي مفيش مشكلة شغالة، تمام، ان شاء الله، تمام. هتفتح البرنامج، تمام. دلوقتي احنا عاوزين زي ما احنا قلنا في دروينج معينة عاوزين نعمل ليها، نحولها من البي دي اف زي ما قلنا من الاكستنشن بتاع بي دي اف للاوتوكاد او زي ما قلنا او دي اكس اف فايل او ايمج، تمام. فانت بتقول له خلاص انا عاوز الدروينج دي، بتشوف الاكستنشن بتاعها فين على المكان اللي انت اللي حاطه فيه مفيش مشكلة عادي، تمام، ماشي. خلي بالك ده كده اللي هو الايه سيلكت بي دي اف فايل، ماشي. بعدين بقول لك الاوتبوت انت عاوز تطلعه ايه، عاوز تطلعه بالاكستنشن بتاعه دي دبليو جي ولا دي اكس اف. طبعا دي دبليو جي ده اللي هو يطلع دروينج عادي مفيش مشكله اي حد بيستخدمه. طبعا دي اكس اف لو انت هتستخدم برامج الاناليسيس زي الاستاد او الساب، تمام. على احنا طبعا هنعمل الاثنين مفيش مشكله، بس خلينا اقول حاجه في برضو في بوينت هنا عاوز اقولها لكم. لما يفضل انت اصلا لما بتشتغل، تمام، خصوصا طبعا مع الفيرجن الجديد اللي هو الاعلى من 2015، تمام، يفضل ان انت اصلا لما بتعمل سيف للفايل بتعمله على 2013، لان للاسف في فايلات انا اشتغلت عليها لما كنت بعمل سيف 2004 و2000 و2000 كمان، كنت ببعتها للكلاينت او الكاستمر او لاي مهندس بيشتغل برضو بفيرجن اعلى زي 15 16 17، تمام. للاسف في يعني في طبعا عشان عارفين انه في ابديت، وفي يعني طبعا اوتوكاد زمان 2000 ده مش في اوامر زي 2015 او زي ما قلنا اعلى من 2015، ففي للاسف بتبقى في يعني رسمه انت بتكون راسمها بطريقه معينه، فالملف الفايل عنده بيكون بايظ او الدرونج بتاعته بتطلع بايظه للاسف، خصوصا لو حاجات انت مثلا بتعمل بلوك او اري او فهو كده كده. حتى اصلا هو يعني هو تلاقي طبعا عشان من 2013 هم خلاص عملوا يعني ابديت مجرد بس يعني شوية تغييرات بسيطة من 2013 ل 2017، مش بمعنى برضو بسيطة بس يعني مش هتفرق معاك. او فانت خليه على يفضل ان انت تخليه على 2013، تمام. طبعا مع يفضل ان انت بتعمل اوتوسيف طبعا كل دقيقة دي هي رخمة طبعا للأسف، وساعات بتكبر برضو حجم الفايل، بس انت بعد كده بتعمل بيرج، وهنشرح بعد كده لو انت ازاي عندك فايل كبير عاوز تصغره مفيش مشكلة، تمام. فده اللي هو الفيرجن بتاعك انت عاوز تخليه ماشي على 2004 2000 اللي انت عاوز. المهم ان هو من 2000 لحد 2013 دي للاسف حتى هو بص يعني من 2013 حطيتهم جنب بعض 13 14 15 16 17 عشان هو عارف ان من 2013 خلاص بقت الفيرجن دي مفيش مش اي مشكله فيها. فان شاء الله اللي انت عاوز تخليهم على 2000 على 2007 از يو لايك زي ما انت عاوز، تمام. فاحنا خلاص هنخليها مثلا 2017 زي ما احنا قلنا. في دلوقتي تيو اكستنشن انت عندك الدي دبليو جي ولا الدي اكس اف، طبعا دي زي ما قلنا دي اكس اف اللي هو البرامج الانسي. طب نخليها بس حاليا دي دبليو جي، وهنعمل واحده ان شاء الله على دي اكس اف فايل في نفس الفيديو بس في الاخر، بس عشان ان اهم حاجه عندنا دي دبليو جي حاليا دلوقتي، تمام. بقول لك الاوتبوت فايل نيم انت عاوز تسميه بايه. اول حاجه مثلا انت بتختار المكان، عاوز مثلا هيكون جنب الفايل البي دي اف، مثلا نختار مثلا نيو دي دبليو جي، ماشي، ندوس سيف. انت كده خلاص اديت له الباس بتاعك
والنيم وهسميها بنفس الاسم اللي انت عاوزه، اهم حاجه بس الفايل اللي انت تكون بس اللوكيشن بتاعك او الباص بتاعك، بس تشوف المكان اللي انت عاوزه عشان بس ما ايه ما يكون، لان هو ساعات بيكون ليه باص معين او ستاندر بتاعه بيكون غير اللي انت عاوزه يعني، فبتختار انت المكان. طيب في بس هنا بوينت، عشان هنا للاسف في برضو ناس للاسف بتلخبط فيها حتى في البرنت او هنا، اللي هو الحاجه اسمه البيج رينج، بمعنى انت دلوقتي سي هنا مثلا، طبعا عشان دي بس للاسف درونج واحده ماشي مفيش مشكله، بس تمام لو سي مثلا فايل فيه مثلا، نفتح مثلا فايل بسرعه كده، فايل فيه كذا درونج زي ده، هنا في مثلا 16 تمام، او تعالى نفتحه بسرعه ماشي مفيش مشكله. تمام طيب الفايل دلوقتي خلاص اتفتح مفيش مشكلة، هو طبعا هنا البيج زي ما احنا قلنا الفايل دي ف 16 فايل تمام، فانت ممكن مثلا عاوز تشوف الفايلات البيج كلها مفيش مشكلة بتقدر، هو بس عشان الفايل ده تقيل فعشان كده احنا اخترنا بس فايل صغير عشان الوقت ومساحة الفيديو تمام. هو بس بقى هنا في حاجة اسمها بيج ارينج، قول بيج ده لو انت حضرتك عاوز تعمل كونفيرت للبيج كلها تمام، ولا كارنت بيج للكرنت بيج، انت مثلا واقف دلوقتي على بيج 7 من 16، طب لو مثلا سي احنا عاوزين 10 او مثلا انت عاوز مثلا ديتيلز دي، فانت تقول له لا طب خلاص انا عاوز الكرنت بيج اللي هي 10 تمام، او مثلا او تكتب مثلا بيج هنا، انت هنا رقم بيج دي 10 فتكتب له 10. طب لو انت مثلا سي عاوز مثلا الديتيلز دي تمام، وعاوز مثلا او مثلا عاوز مثلا، بص انت عاوز مثلا ديتيلز دي كلها، فالديتيلز دي مثلا 8 و9 و10، طيب انت بس انت عاوز مثلا ديتيلز دي بس، فبتكتب ايه؟ فبتكتب 8 عادي تمام، وتتأكد ان انت عامل الكيبورد بتاعتك انجليش مش عربي. ليه بقى؟ عشان لما تعملها انجليش تدوس على حرف الواو يطلع كوما اللي هي واي، قلنا 8 و9 و10 كده هو يعمل كونفيرت بس للثري بيج دي اللي هي 8 و9 و10 تمام. لا طب بص انا مش عاوز مثلا من 3 صفحات، انا عاوز مثلا من 8 لغاية مثلا 16، طيب هل بقى هكتب بقى 8 9 10 وبعدين كوما 11 كوما 12 كوما كتير؟ ما هو انت ماشي ممكن يكون 8 صفحات تكتبه ماشي، بس طب ليه تلخبط نفسك؟ طب انت دلوقتي عاوز بتقول من بيج 8 او من بيج 8 لحد 16، خلاص ماشي انت هتكتب هنا 8 سلاش سلاش، دي اللي هتلاقيها فوق هنا في الكيبورد جنب البلس بعد رقم 0 يعني تمام، هتلاقي فوق في الكيبورد هتلاقي اللي هي الداش مش الاندر سكور، دي الاندر سكور تمام، اما دي الداش تمام، من 8 ل 16، معناه ان انت كده هتعمل كونفيرت او حتى برنت يعني. الاوردر اللي انا بقوله لك ده مش شرط هنا في البرنامج، لا ده في اي حاجه سواء برنت بقى وورد اكسل بي دي اف تمام، لان للاسف لقيت في ناس برضو بتلخبط وبتقعد يعني بتضيع وقت في حاجات ملهاش لازمه يعني، فانت كده هو هيعمل كونفيرت او هيطبع او من 8 ل 16 تمام. احنا ماشي عشان الفايل ده بس تقيله وقت الفيديو، فاحنا بس هنرجع للفايل اللي هو الدرونج الصغيرة دي تمام. طب الدرونج دي خلاص هي درونج، فانت هتقوله البيج وخلاص. طب ثانية بس قبل ما تدوس كونفيرت، احنا دلوقتي قلنا لو انت عاوز الفايل البي دي اف ده تمام، احنا في الاوتوكاد زي ما احنا قلنا خلاص هنشرح ازاي دلوقتي تحول الاوتوكاد تمام بالدي اكس اف فايل او بدرونج او من برنامج الاوتوكاد نفسه تمام، او من برنامج الاوتوكاد نفسه اللي هو يبقى كده عندك بس احنا قلنا الفيرست واي بطريقه اللي هو ان احنا دلوقتي لسه في الفيرست واي، ان انت ازاي تستخدم البرنامج تمام. فانت دلوقتي زي ما احنا قلنا الفايل ده انت عاوز هتبعته على موبايل او مثلا عاوز تبعته لحد هو ما عندوش اوتوكاد برضو ولا بي دي اف، وطبعا اكيد مش هتبعت الادوب نفسه ده برنامج حجمه جيجا يعني، فممكن تحولها للسكاند ايمج اللي هو ممكن تحولها ايمج تمام. وطبعا في الايمج هنا انت بتختار، ممكن لو سوليد تخليها لاين او اوت لاين تخليها، تقدر تتحكم في الايمج اللي انت عاوزها. التكست هنا تمام، عشان كده هي مش محتاجه شرح، هي حاجه صغيره على حسب انت عاوز ايه تمام. وعاوز ممكن برضو تخليها ان انت تخليها مع الدروينج فيديو يعني الفرد مع الدروينج تمام، او يعني تخلي مثلا البيكتشر معينه في الدروينج في الدي دبليو جي معينه يعني تمام. في التكست هنا لو انت عاوز مثلا تخلي تكست معين، انت هنا في الفونت او بتستخدم حاجه مثلا معينه عاوز تخليها على حسب طبعا الفونتات عندك في برنامج الاوتوكاد
تمام. وعلى حسب برضو يعني انت هنا مثلا في الاكستنشن بتاع البرنامج هتلاقي مكتوب حاجة اسمها فونت، فانت براحتك عاوز مثلا، انا عندي هنا طبعا انا عندي 2000 فونت تو ديسك، وبعدين فونت تقسمهم اهي فونتس مثلا، فبتاخد مثلا هما ال2000 عندي بتاخدهم سي تمام، بتحطهم في الفونتس تمام، حطهم في الفونتس بتاع، حطهم فونتس. خلي بالك انت كده خدت فونتات معينة من ساعات لما الدروينج برضو لما بتبقى فيها فونت ساعتها ممكن ما يكونش عندك، سواء كاوتوكاد او سواء كان في البرنامج. خلي بالك احنا واقفين هنا في الاكستنشن بتاع البرنامج مش بتاع الاوتوديسك، او مش سوري مش بتاع الاوتوكاد. الدروينج دي لما تعمل كونفرت ليها من PDF للاوتوكاد يقرا كل الفونتات، ما يقراش اللي هم الستاندر فونت اللي بينزلوا، زي بالظبط برنامج الاوتوكاد. انت بالظبط برنامج الاوتوكاد لما بتعمل سيت اب ليه، لا اما بتسال حد عندك في الشركه، او لو انت بتشتغل انديفيدوال في البيت مثلا بتسال مثلا حد، انا عاوز تسال مهندس انا عاوز لو سمحت فونتات كذا، عشان انت في درونج معينه او في فونت مثلا معين، خصوصا لو فونتات عربي هتعمل طبعا معاك مشكله. انت هنا لو بالانجليش ماشي ممكن، انا مش هيفرق قوي، بس المشكله هنا لازم تعرف الفونتات العربي في البرنامج هنا، علشان يعني البرنامج اللي انا عاوز اوضحه لك ان هو نفس برضو الاوتوكاد، حتى في الفونت هنا بتاخد نفس الفونت بتاعت الاوتوكاد، عشان بعد كده لما تعمل بقى كونفيرت للفايل ما تلاقيش الفايل ضرب وتفتكر ان انت البرنامج بايظ، او لا هو البرنامج مش بايظ بس انت الفونت هنا عندك ناقصه واللايرز برضو ناقصه تمام. فكده انت خلاص عرفنا الجنرال ماشي مفيش اي مشكله، وشرحنا كل حاجه فيه. والسكند ايمج دي خلاص لو انت عاوز تخليه كونفيرت للايمج، والتكست زي ما احنا قلنا عاوز بس يفضل ان انت تخليه اوتوماتيك على طول، ان هو ايه يعني يقرا التكست كلها، ما دام انت كده كده خلاص انت معاك 2000 فونت، فاستحاله يعني حاجه تطلع بره ال 2000 فونت يعني تمام. ولو انت عاوزين الفونت مفيش مشكله. ممكن الادفانس بقى في، بس هنا بوينت قبل ما نعمل كونفرت بقى دي مهمة جدا، اللي هو حاجة اسمها السكيل. انت دلوقتي بص الدرونج دي مرسومة للأسف بسكيل، ايه سوري مرسومة اكسكيوز مي مرسومة بسكيل 1:50 تمام. فخلي بالك من بوينت بس عشان ما تبقاش برضو شايف الفايل غلط. انت دلوقتي هي السكيل ده طبعا المفروض طبعا انت الدرونج بتكون بقى ريفيجن وعملت عليها اوكي وخلاص، والدايمنشن اتراجعت صح مفيش حاجه كاتبها بايدك، والسكيل مظبوط وكل حاجه. فخلي بالك بس هنا من بوينت علشان لما تعمل كونفرت ما تلاقيش الدرونج برضو باظت منك حاجه. اللي هنا زي ما قلنا السكيل تمام، السكيل بص واحد او السكيل تو فيت ده طبعا ان هو بياخدها بيضرب في واحد ما بيعملش حاجه. انت هنا طبعا عشان الدرونج معموله في سوري الدرونج ليها سكيل اللي هو 50، فبتكتب هنا السكيل اللي هو كام، سكيل 50 تمام. احنا هنا بس في بوينت، احنا كده احنا خلاص، يبقى احنا كده بالنسبه للسكيل هو بيقول لك الاوت بوت سكيل، يعني حضرتك عاوز الدرونج اللي معاك دي اضربها في كام. لو اضربها في واحد مش هيبقى صح، لانه طبعا انت كده الدرونج يعني هو هياخد كل حاجه هيضربها في واحد. لا انت هنا بيقول لك السكيل بتاع الدرونج دي 1:50، 1:100، 1:100، جربها انت كده وشوف. حتى لو كتبت هنا واحد او فت هتلاقي طبعا الدرونج صغيره جدا، غير لما تضربها في 50 او على حسب السكيل اللي عندك، هتلاقي برضه الدايمنشن كل حاجه اختلفت عندك تمام. فاحنا نكتب هنا 50 او سكيل تو فيت، احنا بس مجرد بس بنشرح مش بنطبق حاجه براكتس او حاجه عمليه تمام. بص هو هنا علشان فايل واحد بيدج واحده، فهتقول مثلا كونفيرت خلاص سنجل دروينج فايل ماشي تمام. لا اما انت عاوز تخليهم بقى على حسب انت عايز تخلي، يعني الاوبشن ده بيقول لك ان انت مثلا لو احنا زي الفايل اللي احنا فتحناه اللي كان فيه 16 درونج، لا اما تخليهم كلهم في فايل واحد تمام، لا اما تخليهم كلهم في يعني 16 درونج، يعني هياخد كل هياخد يعني معلش نفتح برضه درونج عشان الناس تبقى معانا. يعني معناها هو دلوقتي انت فتحت فايل زي كده هياخد دي كده لوحدها درونج، ودي درونج، ودي درونج، ودي درونج، وهكذا هيطلع لك 16 درونج اوتوكاد، ولا عاوزهم كلهم في نفس. طبعا لو في حاجه لو فعلا الفايل تقيل زي كده في درون كتيره، لا طبعا يفضل ان انت بتقول له لا خليهم كلهم حاجه واحده عشان الفايل نفسه ما يكونش كبير. وطبعا خلي بالك هو مش هياخد، هو البرنامج ما بيفهمش يعني ايه اللي انت عاوزه من روج، هو هياخد كل دي درون لوحدها.
فطبعا كل دي هيبقى بقى الفايل عندك يعني انا عملت، انا لما عملت على الفايل ده لقيته حاجه و20 حاجه و30 ميجا بس. يعني هو طبعا هو حاجه صغيره، بس لو انت بتستخدم البرنامج ده هيبقى كبير جدا وهيبقى تقيل، وخصوصا كمان مع ال 2017 مشكلته ان هو للاسف ماشي هو كويس وسريع وكل حاجه، بس مع الفايلات التقيله بيبقى رخمه وعاوز لاب او لابتوب او بي سي امكانياته عاليه جدا يعني. فلا انت تقول له خلاص خليها ايه حاجه واحده مفيش مشكله. خلي بالك بس من بوينت هنا، ان انت عندك لو حاجه سوليد هل بتقول له تطلع زي ما هي، ولا انت عاوزها اوت لاين يعني تخليها سوليد زي ما هو يطلع زي هو. حتى بص موضح لك السوليد يبقى سوليد ولا السوليد ده يعني يشيل الهاتش او يشيل الجريدين اللي انت بتعمله في الكالر عندك. فاز يو لايك، عاوز تخليها لو انت مثلا ماشي مش هتفرق معاك خليها اوت لاين عشان يبقى حجم الفايل خفيف. لا لو انت السوليد ده هيهتم مخصوص لو بتشتغل حاجات بولتس او ميكانيكال او هتحتاج السوليد ده ماشي مفيش مشكله تمام. اللاين انت ده ساعات في الدايمنشن بتلاقي مثلا سيكنس او السيكنس بتاع اللاين بغض النظر دايمنشن او لاينز عاديه، السيكنس بتاعته بيقول لك انت عاوزها تطلع نفس السيكنس. يعني انت سي لو انت مثلا عامل سيكنس هنا 5 او سوري 0.5 او 1 او 3، انت خانه بتاعت اللاين انت هنا لما بترسم خلي بالك في اللاين انت هنا بتقول له سوري لا مش ده التايب، هنا بيقول لك السيكنس بتاعك ايه زي ما انت عاوز معاك لغايه 2.11. فانت دلوقتي سي لو رسمنا قلنا ال تمام، دلوقتي ده السيكنس ده، هل انت عاوز يطلع في الدرونج بنفس الطريقه ده يكون ليه نفس السيكنس ده، ولا انت عاوزها تطلع لاين بس؟ هو طبعا خلي بالك هو هنا مش مرسوم لاين، انت احنا بس احنا قفلنا هي حاجه اسمها هنا اللونت سلاب او اللي هي اللاين وايت اللي هو يعني تشوف السيكنس اللي هو يعني بيخليك حاجه ريال يعني. هل كده يعني هو كده مش في الحقيقه وكده؟ لا طبعا انت لو في الحقيقه هيبقى كده، بس هو عشان بس يعني بيبقى بس لو انت بترسم بالسيكنس ده كتير فما ما تعرف بس ترسم بس يعني ما يكونش تقيل عليك في النظر او في الرؤيه يعني. فهو بيقول لك دلوقتي اللاين ده هل انت عاوزه بنفس التخانه دي، ولا انت عاوزها تبقى تخانه يبقى لاين بس برضو زي ما انت عاوز، عاوز تخليها كده عاوز تخليها كده على حسب حجم اللاين اللي انت ايه اللي انت عاوزه. طب خلاص احنا كده خلصنا مفيش مشكله، عرفنا الجنرال وعرفنا الايمج برضو مفيش مشكله فيها تمام، والتكست زي ما قلت لك ايوه يعني لا خليها زي ما هو يعني يقرا التكست كلها ما دام انت كده كده معاك 2000 فونت. فهنزل برضو اللينك بتاع ال 2000 فونت تمام. الادفانس زي ما قلت لك عاوز تخليها سكيل، عاوز تخليها بسكيل معين، عاوز تخليها فيت او سكيل تو فيت يعني. الاوت بوت زي ما قلت لك عاوز تخليهم سواء في السنجل او تخليهم كلهم مع بعض. السوليد عاوز تخليه ياخد نفس البروبرتيز بتاعت السوليد هي ولا تخليه لا انا عاوز لاين اوت لاين بس. طيب اللاين طيب زي ما قلت لك السيكنس يعني انت عاوزه هل هو نفس السيكنس ولا يكون لي يعني يرسم بس لاين، دي حاجه ترجع لك انت مفيش مشكله تمام. خلاص احنا كده خلصنا مفيش مشكله خلاص، وعرفنا وقلنا هو هنعمل برضو فايل دي اكس اف فايل تمام تاني خلاص، وعرفنا هنا كل حاجه ندوس ايه كونفرت خلاص. هو خلص عاوز تشوفها ماشي مفيش مشكله، بس خلي بالك انت دلوقتي اللي انت بتشوفه ده في البرنامج مش في يعني المفروض لما حضرتك تفتح الاوتوكاد تلاقي نفس اللي انت شايفه ده. فهل هو بيقول لك يعني الفيو ده في البرنامج نفسه مش في الاوتوكاد تمام. انت دلوقتي مثلا سي خلاص عاوز تشوف مثلا والله ده هو فعلا بص هو فعلا نقل كل حاجه باللاين بالدايمنشن بالبروبرتس حتى لو في سيكنس على حسب بقى الاوبشن اللي انت عامل عليها مارك او عامل عليها سيلكت يعني تمام. فخلاص مظبوطه مفيش مشكله، بتدوس كلوز مش سيف. سيف ده معناه ان انت لو في حاجه يعني مش مثلا عاوز تعمل واحده جديده وتعمل سيف الجديده خلاص. هو انت كده خلصت البرنامج خلاص بالاوبشن بتاعته، تقول له شكرا اكزيت مع السلامه تمام. احنا دلوقتي احنا كنا قلنا على الفايل هيبقى تمام، زي ما احنا شايفين الفايل طلع بصيغه طبعا الدي دبليو جي مش اللي احنا طبعا كنا عاملين في الاوبشن دي دبليو جي تمام. طبعا اللي انتوا بس بتشوفوه في الاول دي ابلكيشن احنا بس بنستخدمها هنا في الاوتوكاد تمام. لانه ميزه بقى في 2017 انت ممكن مثلا تعمل لينك او كونتاكت مع الانسز مع كذا ابلكيشن مثلا ستيل شيب او الويلد لو انت عايز ترسم ويلد، طبعا هنقولها بس ده فيما بعد شويه مش في الوقت الحالي يعني تمام. وانت ممكن كمان حتى في الانسز ممكن في الورك بنش او في الورك ميكانيكال
تمام، عشان بس ما نطلعش بره الموضوع. فالابليكيشن دي اللي فوق ممكن تعملها اد للاوتوكاد اللي انت شغال فيه، هنقولها بس ان شاء الله يعني وقت كده قريب. طبعا للاسف اللي عمل الفايل اللي هو هو المفروض اصلا هو اللي هو بين البرنامج لما بيحول الفايل من بي دي اف للاوتوكاد بياخد نفس البروبرتس اللي كانت معموله. هو طبعا المهندس اللي رسم للاسف الدروينج دي، تمام، مفروض يعني كان ينقلها، يعني ياخد من هنا من البوتوم وتكتب هنا تحت 0.00، تمام. بس ماشي، مفيش مشكله، دي حاجات يعني مش غلط يعني. بس يعني اللي انا بس عاوز اقوله لك ان هو بياخد نفس البروبرتس اللي معموله. هو مثلا عاملها في بوينت معينه في كوردينيشن او في لوكيشن معينه، هتلاقي نفس كل حاجه. فالسكيل حتى لو هنا مش مظبوط، تمام، ومش لو حتى لو عملنا مثلا لو قسنا حاجه بالدايمنشن، المفروض ده مثلا 2100 وده سكيل 50 يطلع 1100، لا يبقى هو تعرف ان هو نفس. يعني دي المشكله في الدرونج نفسها. هو معلش بس السكرول هو اللي عندي بايظ، مش الاوتوكاد او البرنامج هو اللي بايظ، هي بس السكرول هي اللي بايظه، تمام. فاحنا زي ما قلنا هياخد كده البروبرتس، خلاص بتطلع لك زي ما انت شايف درونج بنفس كل حاجه اللي هي زي اللي في بنفس كل حاجه بنفس اللاين. طبعا انت هنا بس عشان احنا فاتحين الستاندرد، فطبعا ما فيش اي دايمنشن، ما فيش اي حاجه، احنا طبعا شغالين على الستاندرد. انت بعد كده بقى عاوز براحتك، سي مثلا انت عاوز مثلا وتلاقي حتى كمان الميزه هو حتى بيعمل، معلش سوري بس السكرول بايظه. كمان الميزه في البرنامج ده ان هو بيعمل اكسبلود لكل حاجه، ما بيخليش فيها اي حاجه. يعني انت مثلا مش عاوزين الممبر ده، مثلا احنا عاوزين نفس الشكل ده بس مش عاوزين ممبر، هتلاقي مش هتلاقيهم كلهم بلوك او جوينت او او مثلا تعمل كنترول ايه، تمام، وبعدها تعمل اكس اللي هي اختصار كلمه اكسبلود، تمام. لا هو هتلاقي كله، بص هتلاقي كل حاجه لوحدها مرسومه لاين، يعني فكهم كانهم لاين عاديه يعني. فانت ممكن مثلا سي مش عاوز دول، مثلا عاوز تلغي، او مثلا عاوز تلغي دول وتاخد مثلا البارت ده ومثلا، او يبقى مثلا معاك كونكشن. المهم ان هو حاجه انت اللي عاوزها بقى بتقدر تتحكم فيها. طبعا مثلا سي انت مش عاوز، حتى كمان خلي بالك ممكن تقدر تعدل اهو، يعني مثلا لو احنا عايزين مثلا جينرال لوس دي يبقى الكلر بتاعها مثلا جرين مثلا او يلو او ريد او اللي انت عاوزه، يعني هتلاقي بص او بلو او ماجنت. بص المهم اللي هو باختصار ان انت برضه حتى تقدر، بس احنا زي ما قلت لك احنا هنا شغالين بالستاندر، فمش هتقدر اللي هو يعني احنا مفيش حاجه معينه نقدر نعملها. يعني هو احنا بنغير على حسب زي ما انت عاوز. بعد كده مثلا ممكن الدايمنشن دي تعمل مثلا تعمل ماتش بروبرتس لدايمنشن انت شغال بيها. يعني اللي انا بس الفكره زي ما قلت لك عاوز اوصله لك ان هي خلاص بيفجر البلوك سوري بيفجر الدرونج وما بيخليش اي حاجه بلوك، وبتقدر بقى تغير وتعمل اللي انت عاوزه از يو لايك. تمام، بس معلش سليك تقول عليهم بس ونعمل ديليت، تمام. طيب يبقى احنا كده قلنا بقى احنا قلنا اول طريقه هو عباره عن البرنامج، هتضغط زي ما قلت لك على على اللينك بتاع البرنامج، تمام، والبرنامج هينزل اوتوماتيك. في اي مشكله عندك في الانتر داونلود مانجر او في اللينك ما فيش مشكله، عاوز مين. طيب ده كده اول، احنا قلنا 3 ويز، فيرست واي هيك عن طريق البرنامج. طيب انت دلوقتي في لوكيشن او في السايت او في اي مكان ما فيش نتورك او ما فيش، او انت شغال في شركه، وزي ما انتوا عارفين الشركات الكبيره اللي المهم الشركات طبعا الكبيره دي بتستخدم طبعا كلها حاجات ما فيش حاجه اسمها طبعا برامج كراك، او ما ينفعش اصلا انت مسموح لك تستخدم فلاش او. طيب انت دلوقتي زي ما قلت لك في شركه وما ينفعش طبعا تستخدم اي برنامج كراكد او لازم كلها ليها لايسنس طبعا وبيكون باسم الشركه، طب تعمل ايه؟ طب وانت دلوقتي مش معاك اي اوبشن ان انت يعني انت معاك الفايل اهو ومش عارف تعمل، يعني عاوز الفايل بس في نفس الوقت مش عارف تجيب البرنامج، طيب يعني الشغل يتاخر؟ لا ما يتاخرش. طيب تعمل ايه بقى؟ لو انت بتشتغل، هو بص انا جربت دي في 2013 ما اشتغلتش، يعني مش عارف هل ساعتها 2013 ده اللي كان عندي في الشغل مش بيشتغل فيه ولا لا، مش عارف. بس انا عامه يعني انا زي ما قلت لك يفضل ان انت تشتغل من 15 فما فوق، تمام. زي ما قلت لك يفضل طبعا 2017 او 16 او فوق ال 15 يعني ما فيش مشكله، تمام. طيب زي ما قلت لك انت في شركه او في مكان ما فيش نتورك، ما فيش. طيب انت دلوقتي بس معاك الفايل اهو، تمام، دلوقتي ده خلاص هنلغي ده كمان، هنقول له خلاص شكرا، ده ان هو ده بتاع البرنامج. عندنا بس الفايل ده وعندنا الاوتوكاد 2017 او زي ما احنا قلنا 2015، بس خليك في 2017 عشان تقدر زي ما قلت لك تعمل ابلكيشنز فيه زي ما انت عاوز يعني، تمام. طيب دلوقتي ما فيش، طب تعمل ايه بقى؟ ولا حاجه، تكتب بي دي اف. طيب بص دلوقتي زي دي الطريقه الثانيه ان هو في
زي ما احنا قلنا هيطلع لك لما تكتب بي دي اف هيطلع لك حاجتين، تو اوردرز تمام. الفيرست اوردر يقول لك بي دي اف اتاش تمام، دي الطريقه الثانيه اللي احنا هنتكلم عليها. وفي بي دي سوري دي الطريقه الثالثه، الطريقه الثالثه. والبي دي بي دي اف امبورتنت ده اللي هو دي الطريقه الثانيه اللي هنتكلم عليها. احنا كده وفينا الثلاث طرق اللي انت ازاي تعمل امبورت امبورت للفايل بي دي اف فوتوكاد في حاله البرنامج، ولو في حاله زي ما قلت لك انت في شركه او في مكان او ما فيش نتورك او مش عارف تعمل توصل للبرنامج ده زي ما قلت لك مين الاوتوكاد نفسه. بس يكون انا جربتها في 2013 ما اشتغلتش، فمش عارف بقى ممكن يعني جربها انت مفيش مشكله. المهم الطريقه الثانيه ان انت خلينا بس نبدا في السهل اللي هو البي دي اف امبورت، اللي هو عادي امبورت ان انت يعني هو يقول لك دلوقتي ان انت البي دي اف ده اكيد فايل، فهتدوس اف او هتدوس انتر ماشي تمام. طيب فين المكان اللي انت عامل فيه الفايل اللي انت عاوزه تمام، فلو هنقول هو الفايل اللي احنا شغالين عليه قبل كده وهتدوس اوبن تمام. ركز بقى في بوينت هنا بقى، هو دلوقتي يقول لك طبعا البراوزر ده هو مكان زي ما قلت لك مكان الفايل. فتاني كده بسرعه انت دلوقتي فتحت الاوتوكاد خلاص تكتب بي دي اف تمام امبورت تمام، وبعدين تدوس انتر او تدوس اف مش مشكله تمام، تختم سيلكت الفايل اللي انت عاوزه وتدوس اوبن تمام. زي ما قلت لك البراوز براوز ده هو مكان الفايل فين، زي ما قلت لك البيج برضو عدد البيج اللي انت يعني عاوزها هتكون فين مفيش مشكله. طيب بص دلوقتي بقول لك سكين سكشن بوينت، ده لو انت مش عاوز يروح لل يعني لو انت مثلا مش عاوز يروح للزيرو زيرو. طبعا احنا زي ما قلنا المره اللي فاتت في هنا الزيرو زيرو الزيرو اكس زيرو واي زيرو زد او الكوردينيشن او الزيرو كوردينيشن بتاعت الاوتوكاد، عاوز انت تحطها في مكان معين ماشي خلاص، انت عاوز مثلا تحطها هنا تحطها هنا تحطها هنا ماشي، عاوز تخليها تروح بقى للزيرو كوردينيشن مفيش مشكله. فانت هتختار اكسكيوز مي ف احنا اصلا لغينا الامر ماشي، يبقى نقول بي دي اف تمام او في اف او انتر ماشي اوبن. انت دلوقتي هتعمل سيلكت على الاوبشن دي يبقى خلاص هيروح مش هيروح للزيرو زيرو كده، مش هيروح للزيرو زيرو سوري كده هيروح للزيرو زيرو معلش كده هيروح للزيرو زيرو تمام كده. لو انت عاوز تخليه في مكان معين على حسب زي ما انت عاوز. السكيل زي ما قلت لك السكيل ده هل هو واحد هل هو 50، فانت زي ما انت عاوز. الروتيشن لو انت عاوز تخليها مثلا، هو للاسف الروتيشن هنا محكوم شويه بس بقى مفيش مشكله، انت كده كده بعد ما يعني انت سي مثلا عاوز 45 خلاص خليها زيرو او خليها 90 واعمل روتيت ار انتر خمسه، اعمل سيلكت على اللي انت عاوزه 45 درجه مفيش مشكله. لا انا مش عاوز روتيت، لا انا عاوز زي ما هي خلاص مفيش مشكله تمام. بتعمل خلي بالك هنا في بيقول لك كونفيرت سوليد فايلز تو هاتش، يعني انت لو في عندك حاجه سوليد تعملها الهاتش، او انت عاوز تخليه لو انت عاوز تخليه امبورت از بلوك يعني يكون بلوك، وده طبعا ممكن يبقى حاجه كويسه خصوصا لو في مثلا يعني الشكل ده هتكرر عندك وعاوز تخليه بلوك تعمل له سيف بلوك اسرع تمام. خلي بالك بس هنا في بوينت تمام في اللايرز، احنا زي ما قلنا هنا للاسف اللايرز اللي انت بتستخدمها دي لايرز مش طبعا ستاندر، مش ما عملناش ديفاين لايرز تمام. فخلي بالك بقى من بوينت، هو دلوقتي بيقول لك عاوز اليوز بي دي اف لايرز اللي هي اللايرز اللي احنا شفناها قبل كده لما عملنا عن طريق البرنامج نفس كل حاجه، ياخد اللايرز دي بتخانتها بالثيكنس بتاعها بكله بكله، ولا انت عاوز تعمل كرييت اوبجكت في لايرز ان انت تعمل لايرز جديده للدرونج دي بس تمام، ولا انت عاوز كرنت لايرز. لو حضرتك واقف هنا وعامل سيلكت على اللايرز، هو طبعا هنا عشان ما فيش قلت لك لايرز فزيرو تمام، ولا حضرتك عاوز كرنت لايرز لو انت مثلا عاوزها على لايرز معينه تمام، فهتخليها اللايرز اللي انت عاوزها. فاحنا هنقول مثلا يوز بي دي اف لاير بس. الاوبشن دي خلي بالك الاوبشن دي اللي هي الاوبشن بتاعت الاوتوكاد نفسه، مش الـ مش الـ مش الـ مش الاوبشن يعني هو اوبشن اوتوكاد نفسه يعني تمام. خلاص انت كده بسيطه اهو مفيش مشكله تمام، وتدوس ايه اوكي تمام. احنا طبعا عشان كنا ماشي خلي بالك هو بيقول لك هنا تحت بيقول لك ايه، بيقول لك اللي انت عاوزها في الزيرو زيرو اهو، ولا عاوزها برضو في مكان زي ما قلت لك شايف. يعني هو دلوقتي احنا ماسكين الدرونج اهي، لو هو معلش بس عشان السكرول بايظ بس فالدرونج مش راضي يبقى هو او الدرونج هي ظهرت معانا، فهل انت عاوزها هنا 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 ولا انت عاوزها في الزيرو زيرو؟ لو انت عاوزها في الزيرو زيرو خلاص تدوس انتر بس شكرا.
بس راحت لزيرو زيرو تمام. طبعا والدرونج زي ما انت شايف برضو نفس الفكره في البرنامج، ليرز معمول لها اكسبلود. عاوز مثلا زي ما احنا قلنا مثلا سي انت مثلا عاوز الفريم ده او البول عليها خرطوشه مثلا مع الجنرال او مع الجنرال نوتس تمام، ومش عاوز الدرونج، خلاص ماشي يا سيدي الدرونج، مع السلامه شكرا الف شكر. ومش عاوز طبعا اكيد الديتيلز دي مثلا تمام، بس عاوز مثلا تشتغل انت ترسم عليهم نفس برضو فكرة البرنامج. طيب دي كده الطريقة التانية، خلاص طريقة سهلة، بتكتب PDF تمام، امبورت تمام، وبتدوس اف او انتر، تعمل سيلكت على الفايل اللي انت عاوزه. زي ما قلت لك طبعا الاوبشن زي ما دي كانت نفس، يعتبر نفس هي الاوبشن المرة اللي فاتت، السكيل زي ما قلت لك طبعا علشان انا كنت عامل مارك على سبيسيفيكيشن انستراكشن بوينت دي عشان كده هو كان بيتحرك معايا. بس عامه مفيش مشكله، خليها برضو احتياطي عشان انت ممكن تكون اصلا وانت بترسم ممكن تكون بترسم في زيرو زيرو اصلا تمام، فعشان بس الدرونج ما تروحش ما يحصلش عندك كومبلكس او يعني الدرونج تدخل في بعض، فبتسيب يعني سيبها بس اعمل عليها مارك وخلاص سيبها. زي ما قلت لك اللايرز بس هنا اللي هيفرق معاك، اللايرز تمام هو اللي انت يعني عايز يو لايك، عاوز تخليها بي دي اف، عاوز تخليها كارنت، خليها بص خليها البي دي اف، انت كده كده هتاخدها وتعمل اديت، فخليها بس بالبي دي اف لايرز تمام. وعاوز تخليها كبلوك لو انت شايف الدرونج ده هتستخدمها بعد كده خلاص مفيش مشكله، ما دام هي عملت تشيك نفس الدي او نفس الشكل ده هتستخدمه بعد كده مش هتغير عليه خلاص مفيش مشكله. وزي ما قلت لك بتدوس اوكي وخلاص. طيب ده كده الطريقة التانية. طب الطريقة التالتة بقى برضو في نفس الاوتوكاد، تكتب بي دي اف، بس خلي بالك بقى احنا قلنا بي دي اف امبورت، لا بي دي اف اتاش تمام. بس معلش ثانية بس، الاول نعمل سيلكت اول ديليت تمام، نكتب بي دي اف اتاش تمام. طيب بي دي اف اتاش تمام، برضو نفس الفكرة، انت دلوقتي هندوس انتر وبقول لك فين الفايل، فين الدرونج اللي انت عاوزها، ما احنا اللي هي تو بلانت دي ماشي، هنقول اوكي. طيب بس خلي بالك بقى في بوينت بقى، هو ايه بقى الفرق بينهم؟ بص بقى، لو انت الفايل اللي انت بتستخدمه ده فايل صغير زي الفايل اللي احنا شفناه ده، مساحته الفايل ده المساحه بتاعته 128 ب1 بيج، يعني زي ما انت شايف هنا هو بس عباره عن درونج دي بس، فما فيش مشكله سواء بالبرنامج او سواء بي دي اف امبورتنت، ما فيش مشكله كده كده ده فايل خفيف وما فيش مشكله، وما فيهوش يعني مش هيهنج معاك الجهاز او الاوتوكاد او. طيب ايه بقى البي دي اف اتاش بقى؟ بي دي اف اتاش ده لو انت مثلا حضرتك عاوز مثلا الديتيلز دي بس. طيب انت دلوقتي عاوز الديتيلز دي، بدل ما تعمل بقى سيلكت وتمسح، وممكن لا قدر الله انت بتعمل سيلكت تروح ماسح حاجه من الديتيلز وانت ما تكونش تاخد بالك، طب ليه؟ او ده الاوبشن الاول. تاني ليه؟ او تاني اوبشن برضو مهم بالامر ده، ان انت لو عاوز الفايل تقيل زي ما قلت لك بيج كبيره مساحته مثلا ميجا او مساحته كبيره، وانت هيهنج معاك الاوتوكاد ومفيش وقت، فانت عاوز او مثلا او انت عاوز مثلا زي ما قلت لك هتاخد جزء من ده، فانت عشان مثلا تاخد جزء من ده لو عملت بالامبورت او عملت بالبرنامج ممكن هياخد منك وقت كبير، فانت عاوز حاجه خفيفه تساعدك وتنجز لك الوقت تمام. فانت هتدوس بي دي اف اتاش تمام، تختار فول باس زي ما قلت لك السكيل، يا اما واحد او 50 او على حسب، زي ما قلت لك هنا بقى السكيل اون سكرين عاوز تخليها بقى زيرو، عاوز يعني على حسب زي ما تختار، عاوز يعني تحركها زي ما قلت لك لو انت بتشتغل خلاص وانت بترسم زيرو زيرو مش عاوز يحصل لخبطه خلاص، يبقى تعمل مارك على الاسم سفايتي اون سكرين ماشي. لا ما انا عاوزها في زيرو زيرو خلاص مفيش مشكله سيبها زي ما هي. طبعا زي ما قلت لك الروتيشن هنا بقى الميزه بقى ان انت بقى في الروتيشن بقى تكتب اي رقم بقى، يعني انت هنا زي ما قلت لك في الروتيشن القديم كان لا كان 90 80، لا انت هنا ممكن مثلا عاوزين 45 عاوزين 43 تمام. دي الاوبشن هي دي الاوبشن تمام ماشي سوري هي دي الاوبشن هي دي الاوبشن بس. طيب ايه ان هو اصلا زي ما قلت لك بتستخدمه لما يكون الفايل تقيل وفي مفيش وقت وفاتح كذا فايلات كذا فايلز سوري كذا فايلز ومش عاوز الفايلز التانية، ممكن لا قدر الله ممكن الاوتوكاد يهنج ويروح يقفل شغلك كله، فحرام. فعشان كده بقول لك لو بالفايل تقيل استخدمه بالطريقه دي اللي هي البي دي اف اتاش تمام. تمام خلاص كده مفيش مشكلة، وهتدوس اوكي تمام. زي ما قلت لك اهو راح للزيرو زيرو تمام.
بس خلي بالك بقى، هنا في بقى في بوينت بقى ايه بقى، معلش بس السكرول انا عارف ان هو رخم بس مفيش مشكله. انتوا طبعا فاكرين حاجه اسمها الكليبنج باوندري، تمام؟ هو بيشوف الفايل ده على اساس ان هو مش، معلش بس هنعمل لكم اد بس مش دلوقتي، معلش احنا بيشوف الفايل ده او الاوبجكت دي ان هي زي ما انت بتشتغل في اللاي اوت بالظبط، دلوقتي في اللاي اوت اهو، تمام؟ بتشتغل بنفس طريقه اللاي اوت، هو بيشوف الفايل ده على اساس ان هو طريقه الباوندر او اللاي اوت، فللاسف ما بتقدرش تعمل سيلكت. طيب هتقول لي طب ما هو كده ما اقدرش اعمل سيلكت، طب لازمته ايه؟ اقول لك لا، لازمته ليه حاجات كتير قوي. اولا هنا ده لو انت عاوز تقلل الاضاءه او الترانسفير بتاعت اللايرز اللي جوه. طيب انت دلوقتي عاوز مثلا زي ما احنا قلنا، احنا بص احنا هقول لك حاجه، احنا مثلا عاوزين من الدرونج دي هناخد البارت ده والبارت ده والديتيلز دي، تمام؟ وهنشيل طبعا الشركات اللي موجوده يعني، تمام؟ ماشي. دلوقتي لو انت دلوقتي انت عاوز زي ما قلت لك، بدل ما تعمل سيلكت وتقعد بقى تعمل، وممكن لا قدر الله وانت بتعمل سيلكت حاجه تضيع حاجه تعمل وانت مش واخد بالك، لا انت بص انت بتعمل ايه بقى، حاجه اسمها امبورت از بروجكت. بمعنى ان انت دلوقتي عاوز تخلي الموجود بس امبورت از بروجكت، فهتعمل ده، تمام؟ وهتدوس ايه، انلود. تمام. فهو دلوقتي رجعها لك تاني زي الاول، او بمعنى صح، عشان معلش مش دي اللي كنت عاوز اوصلها لكم، معلش بي دي اف اتاش، معلش ثانية بس، معلش بي دي اف اتاش، ماشي. لا هي مش دي البوينت اللي انا كنت عاوز اوصلها، ماشي. هو ماشي، هي دي برضو هي دي بوينت كويسة، بس اللي انا كنت عاوزه، معلش ثانية، معلش احنا كده رجعنا برضو الفايل تاني، عملنا بي دي اف اتاش، تمام؟ والفايل رجع تاني زي ما قلت لك. بس هو بقى الميزه هنا زي ما قلت لك، انت دلوقتي لو عاوزين مثلا البارت ده بس من غير بقى ما نقعد نعمل اكسبلود او نعمل نفس الطريقه اللي احنا عملناها، وممكن لا قدر الله احنا بنعمل واحنا مثلا نقعد نمسح في كل ده، ممكن تمسح دايمنشن او تمسح حاجه معينه. وهو طبعا زي ما قلت لك هو معمول طريقه الباوندري، فانت بتعمل ايه، امبورت از بروجكت، فين البارت اللي احنا عاوزينه مثلا، هو البارت ده، تمام؟ بتقدر حتى هنا في سيلكت بتشوف انت عامل سيلكت ايه وبتختار ايه، تمام؟ وبعدين بتدوس ايه، لا اما انلود لا اما كيب، فعلى حسب انت عاوز. لو انلود، تمام، انلود ده معناه بقى ايه، بص ان هو بيخلي البارت اللي انت عملته بيوفر عليك وقت. انت دلوقتي خلاص احنا عاوزين من الدرونج دي كلها، شايف الدرونج دي كلها احنا عاوزين فيها بس البارت ده بس، طب ليه بقى اعملها بالبرنامج او اعملها في، وخصوصا كمان زي ما قلت لك هو بالاتاش ده لو الفايل مساحته كبيره. ساعات في فايلات فعلا انا اشتغلت على فايل بمساحته 15 و20، يعني كانت اكبر فايل شفته كان ساعتها 30، وكان خصوصا لو فايل، خلي بالك يا جماعه احنا بنتكلم على حاجات اركتكتشر، سوري سيفل او ستراكشر اركتكتشر، الفايلات فعلا بتبقى تقيله جدا ورخمه جدا، وبتبقى بص ممكن الفايل نفسه يفتح يعني يقعد معاك وقت علشان يفتح. طب انت دلوقتي لو فايل بقى اركتكتشر، خصوصا لو في بلوك، خصوصا في لو حاجات تقيله، تمام، عاوز مثلا تختار مثلا البارت ده، طب تعمل ايه؟ لسه بقى تعمل بقى زي ما قلت لك بالبي دي اف او بالبرنامج، تقعد تعمل سيلكت والفايل تقيل، وممكن يكون لا قدر الله انت تكون هنا فوق فاتح كذا درونج مع بعض، ممكن لا قدر الله تكاد يفتح. لا زي ما انت شايف بي دي اف اتاش، بتختار بي دي اف اتاش، تمام، زي ما قلت لك هنا السكيل نخليه 50، خلاص. وزي ما نجرب ان احنا نحطه هنا في مكان، خلاص هنحطه هنا اهو، معلش تمام، معلش بس هو عشان بس الويندوز عايز يعمل ابديت، فالتوكاد بس عندي مهنك شويه. بي دي اف اتاش، تمام، نختار البي دي اف، تمام، ماشي خلاص. قلنا سبيسيفيكي وقلنا احنا قلنا هنا 50، ماشي تمام اهو. شايف ازاي برضو انت بتختار اللوكيشن او الكوردينيشن اللي انت عاوزها، مفيش مشكله، خلاص هنحطه هنا، تمام. زي ما قلت لك لو هو الفايل تقيل، وخصوصا لو فايل اركتكتشر او معماري يعني، وفي بلوكس كتيره، وانت عايز مثلا البارت ده، فتقول مثلا امبورت. والميزه كمان انت بتقدر تعمل سيلكت، بتشوف انت عامل سيلكت فين برضو يعني، مش تمام. ولو قلنا مثلا دوسنا كيب، لا سوري احنا المفروض كنا ندوس انلود، سوري اهو،
ده بتقول لك انلود، هو بيمسح الباقي كله بسرعه، وده بينجز معاك جدا في الوقت، لو خصوصا زي ما قلت لك فايل تقيل وفايل معماري. تمام كده الحمد لله احنا خلصنا الثلاث طرق، ان انت ازاي لما يكون عندك فايل PDF تحوله لل زي ما نقول نجرب بقى بسرعه كده طريقه الدي اكس اف فايل. تمام ماشي، نختار اللوكيشن، هو نفس الفايل. احنا المره اللي فاتت اشتغلنا على دي دبليو جي دي اكس اف فايل، زي ما قلت لك دي اكس فايل ده انت مش هتحتاجه غير لو بتستخدم ساب او استاد او طبعا الاتاب. تمام ماشي، هنحط هنقول هنا هنسميه اي اس، ماشي مش مشكله. تمام برضو نفس كل اوبشن، كل اللي نفس كل اللي احنا قلناه برضو، هو بس هو الاختلاف من دي دبليو جي لدي اكس اف. تمام هنقول ندوس كونفيرت، طبعا هو معلش بس اللي بيحصل ده طبعا زي ما قلت لك في ابلكيشن معينه انا بستخدمها فبيعمل لود ليها. طيب طبعا الفايل زي ما قلت لك ده هو عباره عن دي اكس اف فايل كده. الحمد لله يعني النهارده انا عارف طولت عليكم في الشرح، ماشي مفيش مشكله. تمام بس هو زي ما قلت لك زي ما قلت لكم كده احنا خدنا ثلاث طرق، لو بالبرنامج وخلاص عرفناها، لو بالطريقه الاولى اللي هو بي دي اف امبورت، لو الفايل صغير ما فيهوش اي مشكله تمام وفايل خفيف تمام، لو عامه ما تقلقش حتى لو هو ما فتحش في الدي اكس اف فايل في البرنامج، انت كده كده ممكن تعملها عن طريق زي ما قلت لك الاوتوكاد، عن طريق امرين، في بي دي اف امبورت وفي بي دي اف اتاش. زي ما قلت لك البي دي اف امبورت ده لما يكون فايل خفيف مش تقيل، مش اركتكتشر، مش هيعمل مفيش بلوكات كتيره، او يعني هو يعني الحجم بتاع السايز بتاعه خفيف. تمام لو فايل تقيل او فايل انت زي ما قلت لك احنا مستعجلين في الشغل وعاوزين مثلا الديتيلز دي بس، او عاوزين البارت ده بس، انا مش لسه هعمل اكسبورت وامبورت واقعد بقى امسحه، ممكن لا قدر وانا بعمل ديليت وانا بعمل في السيلكت، وانا مثلا بعمل في السيلكت كده مثلا ممكن يعني وانا مش واخد بالي امسح مثلا دايمنشن او امسح واقعد اعمل كنترول زد، او ممكن لا قدر الله الفايل تقيل وانا شغال بكذا فايل اوتوكاد، فخايف ان الفايلات الاوتوكاد نفسها تقفل، يعني يحصل بقى ايرور في البرنامج ويقول لي كلوز للويندو كلوز للشغل اللي انا عامله في الاوتوكاد بالذات. تمام فعشان كده بنستخدم بي دي اف اتاش، بيخليها بطريق الباوندري وانت بتعمل سيلكت على اللي انت عاوزه. تمام طب لو مثلا انت عاوز سيلكت دي وعاوز مثلا سيلكت الديتيلز، ماشي مفيش مشكله، اعملهم على مرتين، اعمل سيلكت دي خلاص ده اللي هيظهر وكل بقى يختفوا، واعمل سيلكت دول ودول هيظهروا الباقي يختفوا، يعني المهم ان انت تسعف نفسك وفي الانجاز والفايل يبقى خفيف. تمام كده احنا خلاص الحمد لله خلصنا. تمام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.